السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم واحد لاغوسات ديال تارت اللي كتكون بحال لاموس وفيها الفريز بكميه ديال السكر قليله وكتجي لذيذه بزاف. ننصحكم تجربوها. خليكم معايا. فاول مرحله غادي نحضروا هي الكيكه او الجينواز ديالنا. وغادي نحتاجوا فيها 60 غرام ديال الدقيق، زوج بيضات كاملين، هنا عندي 40 غرام ديال السكر. يقدر الواحد يستعمل 60 غرام للناس اللي كتبغي الحلاوه، انا هنا استعملت غير 40 غرام. عندي راس ديال معلقه ديال الملح، عندي هنا نصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى، وعندي 20 غرام ديال الزبده اللي غادي نذوبها. هاي الزبده ديالنا ذوبناها. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نوضعوا البيض ديالنا في الدراب في الخلاط ديالنا، الخميره الحلوه نخليوها مع الفرينه حتى الاخر ونزيدوها. والان غادي نضيفوا الملح والسكر اللي عندنا. صافي ونضربوهم دابا مزيان. من بعد ما ضعف الحجم ديال الخليط ديالنا غادي نضيفوا له الدقيق اللي عندنا مع خميره الحلوه ونخلطهم غير بشويه. غادي نخلطوا خميره الخبز مع الدقيق اللي عندنا ونبقاو نضيفوهم بشويه بشويه الخليط حتى نكملوا. والان غادي نضيفوا هذيك الزبده اللي كانت عندنا دايبه ونضيفوها حتى الاخر. من بعد غادي نصبوا الخليط ديالنا في واحد المول اللي كنا دهناه ودرنا له شويه ديال الفرينه، ومن بعد غادي ندخلوها الفرن لمده 10 دقائق على درجه حراره 180. اما المرحله الثانيه اللي غادي تكون عباره عن كريمه، غادي نحتاجو فيها نص لتر ديال الكريمه السائله، 3 ديال اوراق الجيلاتين، زوج معالق كبار سكر كلاصي. يمكن لكم تزيدوا كذلك هنا السكر على حسب الذوق، انا استعملت هنا زوج، يمكن لكم تستعملوا 3. هنا عندنا 4 ديال المعالق كبار حليب البودره، وعندنا زوج ديال لو فرماج بلون اللي كيكون ناتور سكري ماشي ديال الفواكه، كيكون هكا يعني هذاك الفرماج البيض اللي كيكون فيه السكر. اول حاجه غادي نقومو بها هي نحيدوه من هنا 4 ديال المعالق كبار ديال الكريمه السائله. هنا فاش غادي نذوبوا الجيلاتين اللي عندنا، والان غادي نضيفوا الماء لهاد الاوراق الجيلاتين باش يرطبوا، نخليهم واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه حتى يرطبوا لنا مزيان. خاص الماء يكون بارد. هنا درت هاد الزلافه ديال الروبو ديالنا في الثلاجه، هيا شوفوا راها بارده. من الاحسن ديروها في الثلاجه باش تسهل علينا ونطلعوا لا كريم ديالنا بسهوله. هنوضعوها هنا ونضربوها حتى تولي لنا شانتي، ومن بعد نضيفوا لها السكر كلاصي. هنا من بقات الكريمه ديالنا هي تقال، غادي نضيف لها السكر ومن بعد نزيدو لها بسرعه حتى تطلع لنا مزيان.
من بعد ما الكريمه ديالنا طلعت الان غادي نحضروا الخليط الزاوج اللي غادي نخلطوه مع الكريمه الاولى. هنا في الاول غادي نوضعوا هذاك الفرماج بلون اللي عندنا في الاناء. وزدنا له الحليب البودره للفرماج اللي عندنا وغادي نخلطو الكل مزيان. انا هنا سخنت هذيك الكريمه السائله اللي كانت عندنا. من بعد نشدو الاوراق الجيلاتي اللي عندنا ونعصروهم مزيان، ما خصناش نخليو فيهم الماء، ونضيفوهم الكريمه ديالنا. ها كما لاحظتوا درنا هذوك اوراق الجيلاتين، والان غادي نضيفوهم الخليط ديال الفرماج بلون مع الحليب البودره. والان غادي نبقاو نضيفوا هذيك الكريمه اللي ضربناها من قبل، نضيفوها للخليط ديالنا ونواصلوا حتى نكملوا كل شيء. هذا الخليط ديالنا نخلطوه مزيان ومن بعد نتركوه يرتاح واحد 10 دقائق ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا عندنا هذاك الشينواز ديالنا اللي وجدناه، حيدته من الفران وخليته حتى برد، عاد حيدته من المول اللي كنا دايرينه فيه. من بعد غادي نوضعوه في واحد القالب دائري هكا، وغادي نسقيوه بالسيرو اللي استعملت انا هنايا، معلقه سكر مع شويه ديال الماء، خليتهم حتى طبخوا مزيان. من بعد ما سقينا البسكويت غادي نصبو فوق الخليط ديالنا ديال الكريمه. من بعد ما وضعنا الكريمه ديالنا نحاولوا نضربوها هكا باش نقادوا الوجه ديالها. والان غادي ناخذ واحد البابي يكون نقي باش نمسحوا هنا الجوانب ديال هذا المول، حيت من بعد غادي نزيدوا الطبقه الثالثه والاخيره ديالنا اللي غادي تكون عباره على الفريز مطحون. والان غادي نوضعوها في الثلاجة لمدة 3 ديال السوايع، من بعد عاد نزيدو فوقها الطبقة الاخيرة. المرحلة الاخيرة غادي نحتاجو هنا عندنا 200 غرام ديال الفريز اللي قطعناه، جوج وراقي ديال الجيلاتين اللي رطبتهم في الماء بارد، وهنا عندي واحد الحامضة صغيرة اللي معصورة. في الاول غادي نطحنو الفريز مع هذاك العصير ديال الحامض. من بعد ما طحنا الفريز ديالنا غادي نوضعوا نص الكميه في واحد الكاسرونه وغادي نسخنوه. من بعد ما سخنا هذاك الخليط ديالنا غادي نضيفوا له اوراق الجيلاتين، نعصروهم بالماء ونضيفوهم له، نحركوهم مزيان باش في الساعه باش يتخلطوا لنا مزيان. من بعد غادي نزيدو هذاك الخليط اللي طحناه المتبقي. انا هنا قسمتهم على زوج باش حيت ولا كنا طيبنا كامل هذاك الفريز اللي عندنا اللون ديالو ما غاديش يبقى لنا ناصح بحال اللي غادي يبهت،
علاش فضلت انني نقسمو اللحم، نسخنو غير نص الكميه ونص الكميه نخليوها بارده باش تحافظ على اللون ديالها. من بعد ما هذاك الجيلاتين تخلط لنا مزيان غادي نصفيو هذا الكل باش ما يتبقاناش لي مورسو ولا هاد الفقاعات ديال الهواء. انا هنا غادي نضيف بعض القطرات ديال الملون الاحمر باش نزيد نعزو هذاك اللون. ودابا من وجدنا هاد الخليط ديال الفريز غادي نصبوه فوق الكيكه اللي وجدناها. ودابا غادي نحتفظوا به حتى الموعد التقديم. من الاحسن نخليوها لمده 5 ديال السوايع في الثلاجه من بعد ما نضيفوا هذاك الكولي ديال الفريز، واذا كان عندنا الوقت نخليوها ليله كامله كتكون افضل. الوصفه ديال اليوم ها هي انتهت، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله كذلك تجربوها وتشاركوها مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش الاعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفات أخرى.